هنا يبحث الكسبة عن مرادهم وسط هذه الجموع من رواد شارع الثقافة والأدب، شارع المتنبي الذي أصبح وجهتهم لكسب لقمة العيش اليومية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل كل شيء، نحن الموثقين في شارع المتنبي رأينا كثير من المفارقات في هذا الشارع، منها التي تهتم بالثقافة والأدب والشعر وفي كل أمور الثقافة العراقية. ثانيها الكسبة، الناس البسطاء الفقراء اللي أصبحوا يحتاشون إنه على هذا الشارع من خلال البيع في كل مسمياته، البيع البرتقال يعني الفواكه الشرابة الكذا، كل شيء يعني البيع اليدوي خلينا نقول للإنسان الفقير. فبصراحة شارع المتنبي ليس للمثقفين، أصبح حتى أصبح يعيش كثير من العوائل التي تعاني في حالة عدم وجود حتى منهم من تنسد القشلة والمركز الثقافي، يأثر عليهم جدا، لأنه كثير من الناس لم تحضر إلى هذا الشارع، ما يسبب إرباك في عملية العيش بصراحة للمواطن. هو أكثر شيء يوم الجمعة بصراحة، لأنه تعرفين من المحافظات يجوننا من كل محافظات العراق، تعرفين إحنا المصورين مرآة عاكسة للشارع، يعني بصراحة نعرف حتى اللي يجون جدد الشارع المتنبي نعرفهم، والقدامى أيضا نعرفهم، نعرف كثير من الناس هنا اللي موجودين هم ناس فقراء وبسطاء بصراحة، فيجون يحضرون قلت لك متنوعين بصراحة، منهم من يأتي لرؤية الفنانين والشعراء والأدباء، ومنهم يجي يأتي للعيش. حتى إحنا المصورين احنا هنا نوثق بدون مقابل، ليست لدينا رواتب وليست لدينا حقوق وليست لدينا اي شيء، فقط نحن موثقين. حتى على مستوى وزاره الثقافه يعرفون انه شارع المتنبي فيه اكثر من 20، احنا 15 مصور ثابتين تقريبا، بس المتواجدين دائما احنا تقريبا 5 مصورين او 6 نوثق لهذا الشارع، ونشوف هاي الحالات اللي حضرتك اسلفتي عنها انه الباع المتجولين اصبحوا بصراحه دائمي التواجد خصوصا يوم الجمعه من اجل انه عيشتهم والوضع المادي السيء اللي موجود، فهذا صار فتشي وارد عندنا، وكل جمعه موجود كثير من الباعة المتجولين، وانت كاميرتكم راح تشوف كثير من الناس اللي هم بامس الحاجه للعيش بهذا الشارع. شنو اللي يخليك انه تختار شارع المتنبي تبيع فيه؟ اختار لان انا انسان قديم هنا بالمتنبي، صار 39 سنه هنا، فهي هذا مجمع ثقافي أو تراثي، عرفين هالوضع هنا، من أنا طفل عمر 6 سنوات أشتغل هنا بشاعر المتنبي ومعروف على الرزق هذا، فتعرفون شاعر المتنبي مجمع أدباء ومجمع العلم وتتجمع كل العالم به، فهاي الحالة نقول عليها إحنا. يعني نقدر نقول إنه شارع المتنبي قام يجمع مو بس المثقف وإنما حتى الكسبة. الكسبة كل الكسبة قاعد تجي، أصحاب الدخل المحدود قاعد تجي فيه، وتعرفون بعد أنت هاي من زمان العالم على هالشغلة هاي، وشارع المتنبي من أعظم الشارع العالم. زين. بس هو كثرة والناس البسطاء واللي كثرة في كثرة شغل ماكو. زين بعدين يعني تشوفون أنت هاي الوضعية قاعد يوم على يوم تتعب. العالم تعبت، ملت العالم شوي، جصنا هسه قلت ليش 39 سنه لا راتب عندي، وهد امشي على رزق 20 لو 25 ويا دوب الحق مصرف له. حركه الناس هنا أنا افضل؟ هنا افضل طبعا، الجمعه هنا افضل، السبت هنا افضل، وقلت لك هنا سوق المتنبي شوي يعني ناس بسطاء يعني عالم مثقفه. شغل ماكو هذا البلد، يعني وين نروح؟ التعيين ماكو، وين نروح؟ هو اي هو ما دا اقول لك يعني لو تعيين اكو والله ما نبيع، نبقى نتعين ونتوظف احسن من ما نبيع، بس قلت لك تعيين ماكو، البلد تعبان، نقدر يعني نتجه للبيع كل من وشغلته. اي خريج؟ والله خريج سادس. ما بلد تعبان، اخواني كلهم مكمله وقاعدين بالبيت، نفس الشيء، لا اكمل واذا ما اكمل احسن لي، والله العظيم الله يخليك، والله صدق يعني جديات
أكمل ما أكمل نفس الشيء. إحنا 7 أخوان، 6 كنا كلنا خريجين وكلهم اشتغلوا أول ثالث اشتغلين. عفية من تروحين على الدولة يقول لك اعطيني 50 ورقة 60 ورقة داعينك. يعني أنا عندي 4 أخوان مسافرين بهاي مال هجرة. طبعا. يعني اليوم أصبح وجهتكم، إيش قد يشكل شارع المتنبي أهمية لكم من هاي الناحية؟ بالنسبة بالطبع على مود الإنسان ما يدور على مود عيشته، فيسبب أكثر من 80% بحالات يوم الجمعة مثلا نقول 80% الفقير يعيش به. هذه الأيام لا ماكو، لأن الرواد مو موجودة والمجتمع كله بدوام وما دوام، الناس مشغولة بأعمالها. فبس الجمعة والسبت، السبت نقول 25-15% بس، الجمعة لا 80-60-70% أكو شيء شغلات. المجتمع مو بس المثقفين ولا الأساتذة ولا الشعراء ولا الفنانين، قام خلايط المجتمع الأخرى تجي لأن ما عندهم وسيلة يرتاحون بها أما يتنفه بها إلا المتنبي. صار يجي يضيع وقته يوم الجمعة فقط والسبت وبقايا عاد الأيام كل شيء ماكو، وين يروح وين يروح؟ صارت شريحة المجتمع تجي للمتنبي بسبيل ينفع عن خاطره بس، حتى لا مو ما نقول دارس ما ادري شنو، حتى لا ساجد تلقيه يفتر بالمتنبي باوع يتفرج بس على مود اذا يباوع يشوف حالته نفسيته ترتاح. مو كان قبل شريحه مثل نقول تجي الادباء الاساتذه الاطباء تجي كلها هاي تجي قبل، حتى صارت ماكو مختلطه ما ماكو بعد مو شريحه محدوده. واضح واضح، واكيد هذا يعني يعود لكم بالشيء هو بالطبع. احنا نكيف نكون الشكل المجتمع العراقي، نكيف بحاله المجتمع ينبه نفسه، لان ماكو وسيله له، ماكو وسيله حاله اجتماعيه يرتاح بها الشخص، قام بس هاي الوسيله هي بس هاي. نقول نترك الحدائق العامه، الحدائق العامه غير غير شغلات، ليش نقول شغلات اخرى، بس هنا انا صارت هاي الحاله، يجي الانسان يتنبه نفسه. زين يقول لك يعني بيتنا قريب وين اروح؟ ماكو وسائل ترفيهيه حتى يروح يتونس ما ياخذ جهاله، تلقي طاير جاي المتنبي. زين هسه الشارع شو اللي يحتاجه؟ الشارع فيه هواي نقص، حتى خدمه ما بيه. يعني هذا شارع ثقافي، هاي هاي الحاويات مال النفايات هنا، هذا كل مستوى شارع انه هيك شارع على جذوره. لو شارع الرشيد نقول هذا اللي قيام الدنيا عليه، تلقي كل نفايات تلزمين من باب الشرقي الى باب المعظم، محدوده بس نفايات، هاي ورود الزهور مالتنا بالشوارع النفايات. هذا المجتمع العراقي مع الاسف انه يكون المجتمع العراقي في هذه الحاله في هذه الوضعيه، لان هم دمروا المجتمع مو المجتمع دمرهم، بعد دمروا المجتمع، حتى الفرحه مال الطفل قتلوها. هاي الوضعيه مالتهم، خلوا الانسان يجي يترفش نوم ما كان قوه. جبري يطلع، ترى مو انه يطلع مرتاح، جبري بس يريد ينهزم من مكان حتى
يفطر مكان ثاني ينسى نفسه شوية. شلون ما قلت بالنسبه لنا احنا كل زين احنا يوم الجمعه يصير شغلنا للعالم تقعد من الشغل تجي هنا تتونس ترتاح تشوف اجواء غير اجواء ترتاح من الشغل إيه اكو بيهم يطقون صور اكو يشربون شرابات فلذلك احنا سلم نجي نفتح هنا ندور لقمه عيش احسن ما نمد يدينا لغير شخص ونصير كضعيفين اي نعتمد على نفسنا احسن ما نمد يدينا لغيرنا هيك لا لا ما عندنا بس هذا المكان بس يوم الجمعه شلون ما قلت شغل احسن العالم تطلع العالم تفتر فلذلك احنا شغلنا يصير احسن من يعني الايام الباقيه يعني مثل جمعه وسبت هيك اكيد هاي ياثر علينا احنا يعني اول شيء راح يخلينا قاعدين بالبيت ثاني شيء شغل ماكو يعني مو مثل مثل شو اسمه اكو عمل نطلع غيره احنا عندنا بس هاي الشغله اذا صار عمل تجاري راح نقعد بالبيت لان ماكو شغل فهمتين شلون فلذلك يعني يأثر علينا كلش يعني أول شيء هو هذا الشغل بس على قوت يومي يعني مو مثل الشهر وهيش لا قوت يومي يعني مثل العلاقة ما طول مطلع ايه هاي الحمد لله والشكر بس إذا قعدنا ما راح نقدر نشتغل بعد إذا صار عمل حضر تجوال فهمتيني شلون أي زينة بس لما راح يصير حضر تجوال العالم ما راح تطلع العالم كلها تخاف شلون ذيك لما صارت شو اسمه مارث كورونا العالم كلها قعدت احنا كل الشغل وقف بداء ليس يشفيه الدواء رماني غزال أهيف بجماله جماله فجارت سهام الغدر علي بالسوى ورحت لقاضي العشق ورحت لقاضي العشق أحكي قصتي ليحكم بيني وبين أحبابي بالسوى فأجابني قاضي الغرامة وقال لي يا فتى أنا قاضي العشق أنا قاضي العشق والعشق قاتلي وقاضي قضاة العشق قاتله الهوى يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل يا ليل ورحت لقاضي العشق ليحكم بيني وبين أحبابي بالسوى فأجابني فأجابني
قاضي الغرام وقال لي يا فتى أنا قاضي العشق والعشق قاتلي وقاضي قضاة العشق قاتله الهوى. بلغوها إذا أتيتم حماها إنني بلغوها التغيير بلغوها حماها إنني مت في هواها واصحبوها لتربتي واصحبوها لتربتي التغيير فعظامي تشتهي أن تدوسها قدماها. كيف أعشقها؟